السلام عليكم، صباح الخير خوتي العزاز، كيف راكم؟ اش اخباركم؟ قولياش من الصباح هذا. المهم دابا الساعه عندنا جوج ديال العشيه في الظهر طبيعه الحال. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكويبه ديالي اللي غادي ندير الشعر ديالي. صافي لونطو بصراحه ما درتش هكا شي تشكيله الشعر ديالي من داك الفيديو اللي قلت لكم قطعت الشعر ديالي هكذا غادي الفيلي. فاليوم ان شاء الله بغيت ندير نيو لوك ان شاء الله اذا كتب الله، وطبعا نبغي انني نعرف الاراء ديالكم الراي ديالكم بان ان شاء الله ما غادي تشوفوا النتيجه. المهم واحد الحاجه بعدا علم في خبر والو، هو اللي غادي يجي يديني عندك وفر وكما في خبروش بلي غادي نقطع شعري ولا شي حاجه، على بالو غادي ندير فون نورمال حيت صافي لونطو ما درتوش. فقلت ليه زعما بغيت ندير فون وشحال هادي ما درتو كذا. المهم راكم عارفين داك الكذبه البيضاء. وغادي نشوفوا ايضا رده الفعل ديالو على اللوك جديد ستايل جديد. المهم انا قبل ما نمشي قلت نمشي نغسلو عنده هو عند الكوافور صراحه داري كيغسل مزيان حتى هو بصراحه، ولكن قلت احسن هنايا في الدار ندير ليه مساج نغسلو مزيان اذا كانت فيه شي قشره ولا شي وسيخه ولا شي حاجه نغسلو مزيان هنايا على راحتي. ما تما كي بصراحه 5 دقائق ماكسيموم وصافي كيغسلو كينشفو دغيا. المهم هنايا غسلته وكلشي وعتنيت به بشعري. المهم انا غاده دابا بحال ما كفازك شعري باقي فازك ديال بصح. المهم خرجت من الدوش غطيت لابو ديالي كيف العاده وكلشي. بصراحه الجو برا بارد 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 بزاف، ما تشوفونيش هكا لابسه هكا غير حيت غادي نمشي في الطوموبيل. ما كون ما قلتش غادي نمشي في الطوموبيل غنمشي غير على رجليا، غادي تلقاوني لابسه هكا تريكو الكول والجاكيت ومكبطه وكلشي، ولكن الجو فريمون بدا كيبرد هنايا في اسطنبول. قديت الدار الغديوه جهزت وكلشي، خصني غير نمشي عند كوفا ان شاء الله من بعد نجي نتغدى ونشوف ردة الفعل ديال هذيك كيفاش غادي تكون، نشوف ردة الفعل ديالكم ايضا كيفاش غادي تكون. المهم خليكم معنا. المهم خوتي عزاز هو علي جا حدا الدار. واش كاين؟ واش مذوق؟ لاصصين؟ اي والله الحمد لله. راجلي قال لك بغيت نديك اختي عند الكوافير. لازم تعتني براسك. قال لي صافي اختي نمشي ندير الفون نسرحو شعرنا نبدلو هكا نديرو هكا نورمال كيف ديما فون نورمال فون نورمال فون دابا ايوا صافي هادشي اللي كاين. وهذا مكان يا كي داير لاباس عليك؟ وهذاك الحمد لله بخير انتي مزيان ان شاء الله تكون بخير. مزيانيتي هادي يا ماتا؟ ايه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيف كيقولو التركية هكا هكا كيديرو لها. خوتي عزاز دابا انا جيت هنايا الكوافير وكل شيء، ولكن انا موعد ليا 3:30 باقي ليا 10 دقائق 15 دقيقة. عرفتو المكان مليء مليء عنده بصراحة. كيما حنايا باديين مايانا يا بايانا انا المهم صافي انا شرحت للسيد شنو بغيت ندير. المهم قلت ليه يدير ليا فرونج غيدو هي اللي بغيت ندير ان شاء الله للقدام. اما بالنسبه للنور غادي ندير ليها هكا كوب ديغرادي افيلي كيف ما دازت شايفين معايا في قبل. قال لي هكاك غادي يجيك احسن مع هاد لا فرونج اللي باغا ديرها انتيا تركي كيقولها ساشاك بيردي. المهم شوفو تسمعوني مزيان ولا لا حيت الصوت السيشوار نشوفو الكويفة مازال ان شاء الله غادي تبان حسن وحسن. المهم نتوما خليو ليا الرأي ديالكم تحت في الكومنتير. قلنا نبدلو الميزاج وصافي نبدلو النفسية هذا ما كان.
تراويش من كيف ما شايفين معايا هنايا كيف ما فيكم دايرين هنايا فرونج ديغ فرونج فيدو هذا الابيض سي ما فصدق شي هذا الايام باش كندير الشعرين سميتهم هذوك الزيت كنشاف معكم في الفلو اشوار وار دابا كيدير لي فون عرفتي اش غادي نقول لكم راه كنت عند كوفا كيف ما قلت لكم بعد تي الجو تغير وجيت للدار هكا غير بالبش حيت قلت لكم علي غير اون فوا وصلني عند كوافير من بعد انايا تفرج عاجي رجعت غير بوحدي. فالمهم هذا هو اللوك الاخير واخا كيك الصراحه لله الصراحه الصراحه وسي لا بروميير فوا الفون بالنسبه للفون والحيت وريت داكشي اللي بغيت انايا واخا صراحه دابا فاتت واحد 3 سوايع دغيا طلق البوكلاج عندي حيت ما قلت لي ما درتش هذيك سبريك ما عارفه المضر على قبل الشعر. المهم عرفتش اول مره كيدير لي هكا داكشي كنقول لي. المهم بالنسبه للتقطيعه هو هذاك عجبتني التقطيعه وكلشي ولكن بخصوص الشكل ديال الشعر واش يكون بوكلي ولا انا كتبغيت نكون مدرج. فالمهم ما كاين مشكل قلت ما كاين مشكل مره اخرى. المهم كيف ما قلت لكم هنايا قطعت انا القصه هكا كنقولها كوب غيدو فرونج غيدو كيف ما شايفين معايا. فهنا ولات عندي قصيصه هكا دايره بحال هكا واخا كيف صراحه ما كيبانش كيف ما هو في الحقيقه. اما في الحقيقه الصراحه احسن حيت الادويه شويه كتلعب دور. المهم هذا ما كان قلنا كتغير وصافي بالطريقه شوفوا. المهم جيت للدار اول حاجه كليت هو الاول كليت تغديت عرفتوا كان فيا المود ديال الجوع وما تغديت وتتقاي ما تغديت حتى ديك الخمسه. ايوا المهم دابا علي عيط عليا قال لي واش دير راسك ومن هاني غادي نشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. المهم انا لبست وكلشي هو قلت لكم ما كانش في الدار. فالمهم بدلنا لكم كي امتى غادي يبان لكم مزيان عرفتوا بحيث اصلا هو قالها لي قال لي عرفتي الشعر ديالك بلا بزاف يعني هكا سيده بزاف داكشي علاش ما غاديش يبقى مثبت فيه هكا البوكلاج ولا شي حاجه. فكلان اصلا الصراحه كيعجبني هكا ناتشورال شعري راه ما هكا انا الصراحه مره فشحال على باش كنديرها لي. المهم جيت هنايا زوقت راسي درت شي ايلاينر. المهم اختكم تعلمت الايلاينر شويه المره الجايه تشوفوها بالمكياج. المهم درنا هنايا الروج وصافي هادشي كاين غطينا لابو ديالنا كيف العاده. وهذا ما كان اخوتي العزاز شي اللي كيتجاوب راه بصراحه فريمون بارد بزاف. وخليو لي نتوما في تحت لي كومونتير اللوك كيف جاكم وان شاء الله غادي تشوفوا اللوك احسن في الفيديوهات الجايه حيت كيف ما قلت لكم ما عجبنيش الطريقه ديال كيفاش بوكله حتى ما عجبتنيش. المهم كاين مشكل بلا ما نخربوا المورال ديالنا سميتو ليسونسييل انه التقطيعه هي اللي مهمه انها دارها ليا كيف ما بغيت انايا كيف ما قلت لكم من بعد الطريقه. مازال كنوريتكم عنده هو بصراحه يلاه دارها وقبل ما يتحلوا هكا قبل ما يتحلوا هذا البوكلاج كان غادي يبان لكم احسن تما كل الادويه وكل شيء ولكن هذا ما كان. المهم نتمنى ايضا علي يعجبو الحال يعجبو تعجبو الكويبه ديالي. المهم خوتي العزاز هنا غادي يبان لكم شعري حيت ما في صوره بالسيلفي فما غاديش يبان لكم هكا كاليتي كيف ما طبيعه الحال ديال اللور الكاميرا اللورانيه. فشوفوا لا كوب هنا غادي يبان لكم الشعر على حقيقته بصراحه الزغبانه اون فوا كنديرها الفوق كتطلع الزغبه هكا طايحه طايحه. المهم هذا مكان اللوك ديالنا قولي كيف جاكم. وهنا درت مع السروال هكا الجين نوار وهاد التريكو كول تريكو حتى هنايا في الزرق صافي هانتوما لبستوش صراحه شي اللي كاين. المهم عجبتني هاد الطريقه اللي دار ليها هاد التقطيعه اللي دار ليا وكلشي. اما بما يخص
البوكلاج وكذا ما كيهمني الصراحة لله، عندي عادي. المهم انه تقطع هي اللي مهم. هذا مكان دابا يلاه كيبان زوين الصراحه. يلاه دابا بدا في الفيديو، يلاه بان دابا مزيان. هو هذاك، ايوا هذا مكان عاجبني راسي. راكم عارفين من يلاه شحال هذا، وعلاش كديروا هكا كوب جديده، كديروا تغيير لوك جديد، كيعجبكم راسكم. انا بحال ما كو صافي لونطو صراحه ما قطعتش هكا القصه لهاد الدرجه، قطعتها هكا. شوفها انتما، شوف شحال قصيره قصيره. مازال كنت غادي نقطع حتى لهنايا الصراحه، ولكن من بعد فكرت قلت لا، حيت راكم عارفين ان اغلبيه الاحيان كنجمع شعري، فغادي يجيني صعيب شويه. المهم خوتي عزاز، هكا جمعت الشعر ديالي هكا للجنب حيت كاين هو برا، وخديته بحال ما هكا. اصلا غادي يبان ليه التغيير الصراحه، حيت عمره ما شافني هكا بال هكا بهاد الفرونج هكا وانا ناقصه بحال ما هكا. هكا احسن جاني. انا نزلت، المهم سمحوا لي على الاضويه هنايا ناقصه شويه. المهم عادي بعدا راه كيشوفني مزيان، غير نتوما في الكاميرا ما غاديش يبان لكم حتى داكشي زاد فلوس. المهم الاساسي من هادشي انكم، الاساس من هادشي انكم شفتوني ديجا في الدار. المهم بدات لي بحال ما كعجبني الحال بحال ما هكا. عرفتي من ديما كنقول الصراحه لله وربي شاهد وحق العظيم، ديما ملي كنشوف شي بنت هكا دايره القصه هكا قصيره وكتجمع شعرها الفوق، كيبقى القصه هكا بر هكا برا، كيعجبني الحال. كتعجبني ديك البنت الصراحه، لا كتعجبني هاد لاكوب. ايوا انا مكان علي، علي شافني بعدا ما صورتش لكم رده الفعل ديالو الاولى، حيت الصراحه كنت هازه معايا الزباله حاشاكم، فشافني هزاهم ومشى مسكين هو اللي مشى كبهم. المهم كيما تشوفوا رده الفعل ديالو، لا لا اله الا الله وحده رسول الله. قصه نصر انت والله والله ديشي كدما يعني. انا صدمت لانه ما كنت نادر اول شيء، لانه قلت لي بس فن رايح على الفن، وثاني شيء ذاته ما توقعت لانه برا في حالي يعني ما بت هيك خلص شعري كذا يعني دائما هيك حلو علي يضل هيك طويل يعني ما شو اسمه يعني صار لنا اشكد يعني هذا تقريبا عملت بقى الوشي كما تعود لهذا الشيء فهمتي؟ اكزاكتو. وقت ما تشوف هيك تغيير، بس تغيير عن جد تغيير يعني. واو بان وجهي يعني الصراحه الا في هذا فالتقطيعة بان الوجه ديالي، من غير هادشي ما قطعتش غير القصة، قطعت حتى الشعر ديالي، قطعتها كيف ما قلت لكم غير في هاد التسريحة اللي دار لي هاد السيد، ما بانش ثاني بزاف. من غادي يكون مسرح شعري ناتشورال كيف العادة غادي تشوفوا احسن. خصكم ايضا تصوروني كيفاش انا قدرت نتواصل مع مول الصالون، مع داك السيد كيفاش قدرت نتواصل معاه ونقول له بغيت هادي وهادي. المهم طبيعة الحال تركيا الحمد لله كاينة شوية، كاينة فشوية تركيا وشوية ديال التصاور اللوك اللي بغيت، والحمد لله يسن الامور. واصلا صاحبي كيعرفوني بالياباني، كيعرفوني بلي هكا. وما اول مره يعني ما تروح لنفس الاجنبيه لا نفس الصالون يعني ما اول مره يا لا ديجا مشيت مع علي وعشانك شويه الكليون ديالو مصاب على المكان ماشي اللي كاين. المهم حاليا خرجنا غادي نمشيو دغيا تما ان شاء الله لوادي اسطنبول. توحشني توحشني بزاف، غير البارح كنا فيه الصراحه لله، كنا مشينا لهوكا باص كنا نمشيو بلا فيديو بلا شي حاجه، راكم عارفين الفيديوهات شويه صعبه، فنمشيو انا وراجين نضحكوا مع بعضياتنا نشطوا مع بعضياتنا. ايوا هادشي اللي كاين، راجل عزيز لازم هيك في وقت يعني كانت فيديو عن جد. اما انا عرف اصلا ما نستانس يعني بكل صراحه. ايوا عرفت واحد الحاجه غادي نديرها عالي، غادي نعيط على حماتي. فيديو نعيط على حماتي اصلا مسكينة عيطت عليا في الصباح، يا ربي تسمح لي وحق الله العظيم، ولكن ما كنتش مسالية ما جاوبتهاش، ولكن هي كانت عارفة اين فوا كنقول لها الو اسمحي لي ما جاوبتك تمام. لا هي تقول لي انا بنتي لا لا لا، هي اصلا وقت ما اذا ما جاوبتي ما تقلق تمام، يا بالفيديو يا بالمونتاج. هاي هاي شي تلفون بلوتوث ولا بلوتوث دمع بزاف. المهم انا كنعيط تشاليور جمدت الشكل. شوفوا التليفون جمد ماما، يا ماما يا ما سيقاش الخبر بلي غادي ندير لكم فيديو هكا. لا ما لا هلو ماما عندهم النت تخيل ضعيف. ها المهم كنعاود نعيط حيت الانترنت عنده ضعيف بزاف صراحه، عندهم الواي فاي صراحه. هذا عندي منيح دابا
لا عندك انت يا فاشي قامص. اهلين ماما. اهلين يا رحى. كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله. انت ايش كيف قرش انت؟ والله الحمد لله. كيف الشعر؟ قصيت اليوم شعري. الماما هيك ما بس ماما. لا 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 والله الماس. انت لا تقصي شعرك. لا شعر. لا يا ساق. بيتوا. لا لا كيفو كيفو قاشك ده؟ ايه شكتني بخلي قرشين. والله. هاي دي قرش روز دير بركة. هاي دي كان دي زبا. دراي. كنت تشوف ردة الفعل ديالها من بعد من جا الانترنت هو هذاك. المهم قالت لي شفت لاكوب ديالك ده قالت لي والله الا جاك زوين وكل شيء. قالت لي ما قصرتيش شني بزاف. قلت لها لا ما قطعتش بس قدام لما شافت الشكل على بالي قصرت شعري كامل بحال باين. لا من بعد قالت لي انا بغيت ندير بحالك حماتي. اي حاجه شافتها فيا انا كتبغي دير بحالي صراحه لله. لازم بحال الام ديالي كنعتبرها بحال الام ديالي صراحه لله. ولا درت شي حاجه حتى هي كنعلمها يعني ماشي غير الام ديالي. الا درت شي حاجه اي حاجه كيف ما كتبغي تكون حتى هي كنعلمها ولا شي حاجه. وهذا ما كان المهم شويه انا ما كان باش عاوتاني نتواصل معها بزاف حكم اللهجه ديالهم العربيه ديالهم في شكل مخلطه ما بين التركيه والعربيه فشويه بس واش ان شاء الله شويه صعيبه. ولكن يا باش يا باش يلا المهم حنا دابا في الباركينغ. انزل هالهو كباص هي اللي جينا لها البارح. والله الا كان الاجواء زوينه الصراحه اللي تخيلوا صافي نغيروا النفسيه ديالنا نغيروا الوحدانيه. قلنا ما كاينش راجل ليه نمشيو نعتنيو براسنا. اي رخيناها بس مره واحده على الفافر حط غير دائما. انا غير نتعلم تركيه صافي علي ديروا شي شوف دائما لا لا كاين واحده عربيه كتقول لهم باي باي مره ديك البنت عزيز عليا ملي نهضر. ربما ناخذ شيئا. علي بغى ياخذ شي حاجه ماشي انا. المهم هنايا علي اختارت لي واحد تريكو بحال ما هكا يلبسها فوق تريكو هكا كول ونشوف كي غادي يجي. عرفتو علي فن والله العظيم واعر. تقدر تصدى وتقدر لا بصراحه بلا ما تصدى حسن علي. الوحيده اللي ما عجبتهاش فيها طويله خصها تجي شويه قصيره كيف ما وريكم علي. المهم خوتي عزاز انا علي جبت لي هذه. شوفوا هذا انا قلت لي حمقني هذا اللون فيه مخلط مع الجون مع البلون فرونسي البلو فرونسي ومع الكري هنايا عطي واحد الستايل فن في هذا الكول. انا اللي ولفتهم لي وندمج حق الله ولف هذا الكول تريكو فجبت لي هذه كيف ما شايفين معايا. هاك جربها هاي كما تجربها شوف شكون غتعجبك. المهم هو المهم اللي غتعجبه هو شوف وين انا عفشو حق الله العظيم ما بغيتش نبقى بالماسك. بغيت نحيد الماسك باش يبان الجمال الطبيعي. تبي اختي واثقه من راسك بزاف ها. انا يدخلنا الانجليش هوم بصراحه فيها لي تخيك هنايا زوين بزاف حمقوني منهم. هذه اللي هزا دابا في يديا بصراحه واعره. وهاد المرايه هكا هاد تحطوها فوق الطابل هكا الوسط في الصالون ولا شي حاجه فنه بزاف تحطو في هاد الديكور. مي بالنسبه هنايا العالي كان غادي يهرس هادي داكشي علاش دار داك الرياكسيون. المهم هذا ما كان فكنوريكم اي حاجه عجبتني وكلشي ان شاء الله شي نهار ندير مهم خوتي عزاز. شوفوا واش غادي ناخد هنايا. خديت هاد الكاس ليا والعزيز عليا وعلي خدا هذا في الكراميل عطاني هذا. وغادي ناخد هادي عجبتني شدها علي عافاك انتما تعرفي كتسد مزيان احسن من هذوك ديال السيليكون. عرفتي والله هذوك ديال السيليكون بحال هادو غير غتضيعو فيهم فلوسكم. وانما هادو شنو الديكور ديالهم زوين بحال هكا تويشيات بحال ما هكا. دابا هاد الشراب بحال ما هكا ديال الدار هذا اصلا عندي واحد خديته من ميكروس داك النهار فبصراحه زوين. هذا غليظ نتفاداو البرد.
شفتي هاي لوسون مخدع علي من يوسبول ديك تي شورت الصفراء قال لك عجباتو ديك الصفراء كمان اللي ما فيهاش كلهم مخلطين حيت هذيك كول تريكو فعجباتو هي اللي خداها وبصحة وراحة ما شاء الله جاتك زوينه تشكر يلا مهم نسي الله العظيم إلا هو براد ديالنا مغربي هذا راه أصلا مغربي عندك تاخذوه منا جاي من المغرب لغا جاي من المغرب لغا انتوما المهم أنا كيف قلت لكم خذينا نوع على الناس الحاجة إيوا هذا ما كنسخنوا بهم عظيماتنا احنا في الشاف صراحة أغلبية كناخذوها كنا سي لا بخوميييغ فوا أول عام صراحة كنجرب هكا كشت شاي وفيها هكا كوش بورنو خوتي عزاز وصل الوقت ديال الوداع المهم كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديالنا هضنا على الإعجاب ديالكم الكويبة ديالي تكون نالت الإعجاب ديالكم قلنا غير كنتغيرو صافي نغيرو به المزاج النفسية وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله بفضل الله المهم حنا باقيين جالسين هنايا نعشاو نص دابا المورا ساد وكاين هنا الكافيه اللي كنكونوا برا للمول باقي حالين ماكسيموم 12 صراحه اما بالنسبه للهوكرا وكيبقاو صراحه الوحده عاد هكا اي ما ضل على حسب كل شركه في لا سيستم يعني في مثلا الماضي ما كان 11 هاي مطلقه كمان 11 باقيين 12 وحده بالضبط ايوا هذا الشيء كاين كلمه عالية للناس طيب تصبح الله خير نلتقى ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله يا رب خلينا على خير خلينا نكون على خير صلوينا في الاسكوب كنبغيكم بزاف بزاف ما تنساوش هادشي كنبغيكم وحق الله العظيم كنعتبركم بحال خوتنا وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم شكرا بزاف على الدعاءات ديالكم اللي خدمت معنا تي من سوين